السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في المعهد الصناعي الثانوي محافظة الدرب. النهاردة إن شاء الله بنتكلم على النصف الثاني من ماكينة اللحام بالقوس المغمور. اتفضل يا باشمهندس. عرفنا الباشمهندس محمد هيشرح لنا إزاي نقدر نتعامل مع الجزء الثاني من ماكينة اللحام بالقوس المغمور. نتكلم عن اللوحة الأم، اللوحة المتحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ دلوقتي طبعا نتعرف على لوحة التحكم اللي هي الرئيسية الخاصة بماكينة لحام القوس المغمور. زي ما احنا شايفين فيها مجموعة من المفاتيح، لازم اتعرف على القراءات اللي موجودة. ممكن تعمل لنا تشغيل ليها لو سمحت؟ نبدأ طبعا زي ما انت شايف، دي مفتاح التشغيل الرئيسي اللي هو وضع باور اهو، نخليه على وضع الاون. طبعا اداني هنا القراءات اللي موجودة اللي انا ضبط عليها الماكينة. ابدأ اتعرف على باقي المفاتيح. زي ما احنا شايفين ده المفتاح اللي هو مكتوب عليه فوق بوزيتيف جوينج اللي هو السير الايجابي او العكس، زي ما انت شايف هو موجود على الوضع العكس هنا. المفتاح اللي بعديه ويلدنج سبيد، وتحت مكتوب ويلدنج سبيد اللي هو سرعه اللحام نفسها، وهنا الوضع اللحام الطبيعي يعني. وهنا بالنسبه للمفتاح ده هتلاقي مكتوب عليه برده فوق وضع اللحام اللي هو ويلدنج، وضع كراتر اللي هو الفوهة الخاصة باللحام اللي هي زي ما انت شايف الفوهة اللي موجودة بالنسبة للماكينة. نرجع برضو للمفاتيح، هتلاقي فيه هنا مفتاح فيه سهمين، سهم على اليمين وسهم على اليسار. السهم مكتوب، المفتاح مكتوب عليه مانوال ران اللي هو التشغيل اليدوي. يعني بمعنى لو انا شغلت الوضع المفتاح زي ما انت شايف على الوضع ده كده، تبدا الماكينه تشتغل تمشي في الاتجاه زي ما انت شايف، لان اصلا مشغله على الوضع الاوتوماتيكي. لو قربنا كده وشفنا القراءه الموجوده هنا هنلاقي في هنا وضعين. بعد اذنك نقرب شويه يا استاذ بدر عشان القراءه تظهر. هنلاقي في وضع اوتوماتيك ووضع المانوال، لان انا مشغل اصلا وضع زي ما انت شايف السير الاوتوماتيكي. طيب لو وقفت انا المفتاح ده وغيرت وضع المفتاح اللي موجود هنا على الاوتوماتيك والمانوال، غير يا عيسى لو سمحت، هنلاقي طبعا ده كده وضع المانوال اللي انا اتحكم فيه بايدي لو انا حبيت الغي الوضع الاوتوماتيكي او الوضع الالي. يبقى احنا كده عرفنا وضع المفتاح ده سواء كان اوتوماتيكي او الي. نرجع على المفاتيح اللي موجوده على اللوحه. المفتاح الاولاني اللي احنا شايفينه ده مفتاح بدايه الشغل، مكتوب عليه ستارت ويلدنج زي ما انت شايف. ستارت ويلدنج اللي هو بدايه شغل اللحام نفسه، بدايه التشغيل. اول ما ببدا الشغل لازم اعمل ستارت، يعني البدايه. ده مفتاح الايقاف اللي هو ستوب، زي ما انت شايف مكتوب عليه ستوب، يعني لو حبيت اوقف الشغل لازم اضغط على المفتاح اللي هنا بوضع ستوب، وضع لغلق. نتحرك على المفتاح اللي بعده، هنلاقي في واير فيدنج اللي هو تغذيه سلك اللحام. ده طبعا سلك اللحام زي ما انت شايف، هنرجع له طبعا دلوقتي. ده لو حبيت اعمل عمليه تغذيه عشان يبدا ينزل لي السلك هنا، لازم اضغط على المفتاح ده بحيث ان طرف اللحام يظهر لي هنا ويكون في ارتفاع لا يقل عن 2 مللي ما بين القضيب المراد لحامه وما بين طرف السلك نفسه زي ما انت شايف. نرجع تاني برضو للمفاتيح، هنلاقي هنا مفتاح مكتوب عليه واير داون اللي هو سحب السلك. لو انا حبيت اسحب السلك لاعلى اضغط على المفتاح ده فيبدا السلك يرتفع معايا لاعلى اللي هو واير داون. لو اتحركت مع المفتاح اللي بعديه اللي هو واير ديامتر، طبعا زي ما انت شايف عليه ارقام، الارقام دي بتشير الى مقاسات السلك اللحام اللي انا شغال عليه. هل انا شغال على مقاس 2 ولا 2.5 ولا 3.2 مللي، حسب مقاس سلك اللحام بختار طبعا الوضع اللي انت شايف عليه. انا شغال مثلا على 2.5 زي ما انت شايف، يبقى بحرك المفتاح على وضع 2.5. شغال على 3.2 احرك على 3.2 وهكذا. لو اتحركنا الاعلى هنلاقي طبعا المفتاح الاولاني مكتوب عليه ويلدنج فولتج اللي هو الفولت بتاع ماكينه اللحام على حسب قوه الفولت اللي انا شغال عليه او اللي مشغل عليه الماكينه. هتلاقي طبعا هو ضابطين المفتاح على رقم 2. تمام.
المفتاح اللي بعديه اللي هو كراتر فولتاج، اللي هو قوة الفولت بالنسبة للفوهة، فوهة اللحام. لو حبيت اظبط الجهد اللي موجود عليها يبقى عن طريق المفتاح ده. لو اتحركنا على المفتاح اللي بعده باك فاير ادجستمنت، اللي هو ضبط لهب اللحام السابق، اللي هو باك فاير ادجستمنت، اللي هو الضبط او تعديل اللحام السابق. نطلع لفوق هنلاقي ويلدنج كارنت، طبعا اللي هو خاص بتيار اللحام زي ما انت شايف هنا بالامبير. وهنا كراتر كارنت اللي هو التيار اللحام الخاص بالفوهة. وهنا سبيد ادجستمنت، تعديل السرعة بتاعت اللحام زي ما انت شايف السرعات اهي 1 2 3 مدرج ولا حد 10. عايز اغير السرعة، يعني الماكينة تكون ماشية اسرع ازود السرعة، حبيت اقلل بحيث خط اللحام يمشي ببطء يبقى بقلل السرعة عن طريق هذا المفتاح. يبقى في الحالة دي طبعا بتكون نمينا بجميع المصطلحات اللي موجودة على لوحة التحكم، وضروري جدا اكون انا ملم بهذه المصطلحات. لو اتحركنا خلف الماكينة عشان نشوف بكرة سلك اللحام، زي ما انت شايف هي موجودة بالوضع اللي احنا شايفينه ده. بقدر اركبها عن طريق طبعا الذراع ده، الذراع ده زي ما انت شايف بحركه كده. لو انا حبيت اغيرها واشيلها اجيبها للوضع الامام كده، وبعد كده في الحالة دي افك الذراع ده واروح ابدأ اخرجها، وبعد كده اغير سلك اللحام لو انا عايز اغيره، او في حالة لما بيكون انتهى او خلص لازم طبعا اجيب بكرة جديدة فاركبها وابدأ اروح مرجعها للوضع التاني الطبيعي اللي انا كنت ضبطه في الاول. زي ما احنا شايفين سلك اللحام بيمر عن طريق دليل، الدليل اهو زي ما انت شايف في بكرتين، البكرتين دول بيحكموا مرور سلك اللحام بحيث ان هو يتحرك خلال دليل محدد، ما يتحركش او ما يرتحلش من مكانه. نبدأ نشوف بقى بعد كده نتبع خط سير سلك اللحام، هنلاقي طبعا بيمر من خلال مجموعة، المجموعة دي هي اللي بتؤدي الى فوهة اللحام. المجموعة زي ما احنا شايفين لو حركنا الاول كده الجزء ده اللي هنا ده ايه؟ ده المحرك ولا ده ايه؟ ده طبعا الجزء اللي هو الخاص بالموتور نفسه، الموتور نفسه الخاص بالمجموعة اللي احنا شايفينها ديت، اللي هو المحرك المسؤول عن نقل الحركة للمجموعة ديت. طيب ممكن نشوف الدروس؟ هنفتح دلوقتي المجموعة دي ونشوف عملية نقل الحركة بالنسبة لسلك اللحام. زي ما احنا شايفين في مجموعة من التروس، عندي الترس الرئيسي وفي بيتصل معاه ترسين اخرين اللي هما ترسين ثانويين. طبعا الحركة بتنتقل من الموتور الى الترس الرئيسي، ومنه تتم نقل الحركة عن طريق التعشيق طبعا زي ما احنا شايفين من الترس الرئيسي الى الترس الثانوي اللي هو الاعلى او الاسفل، اللي هو عن طريقه بيتم تحريك السلك في حالة الوضع اللي انا عايز اعمل عملية تنزيل او عملية سحب. وهنا زي ما احنا شايفين البكرتين دول طبعا بيحكموا برضو عملية سحب او نقل السلك مع عملية نقل الحركة عن طريق التروس. يعني معنى هذا ان البكر ده حاليا 2.4 طبعا السلك. مقاس لو انا غيرت السلك هغير البكر في حالة البكر مرتبط بالسلك تمام. لازم يكون نفس القطر بالظبط كده. في حالة طبعا انا ما بكون بشغل ممكن تورينا افتح الجزء ده كده عشان اعمل تحديد للبكر. ايوه تمام طيب. يبقى البكر اللي احنا شايفينه ده عليه مقاسات زي ما احنا شايفين. المقاسات ممكن لو قربنا شويه هنحاول نظهرها. طبعا مقاس البكره انا بختاره على حسب قطر السلك اللحام نفسه، حسب قطر سلك اللحام ببدا عمليه اختيار للبكر اللي احنا شايفينه، لان البكر ده بيبقى فيه مجره، المجره دي اصلا بتكون على حسب قطر سلك اللحام. طيب المكان اللي بنحط فيه البودره فين؟ هنا في صندوق طبعا ملحق بالماكينه. الصندوق ده زي ما احنا شايفين مزود بفلتر من اعلى، الفلتر ده طبعا عشان يحجز لي الشوائب الغير مرغوب فيها اللي تبقى موجوده مع بودره اللحام. طبعا بنبدا وضع بودره اللحام من اعلى، وهنلاقي هنا في هنا مفتاح تحكم. المفتاح ده عن طريقه بقدر اتحكم في نزول بودره اللحام. يعني لو انا
لو انا حركت المفتاح ده هتلاقي هنا بودرة اللحام بدأت تنزل. لو انا طبعا رجعت الوضع الغلق الرئيسي بوقف انسياب بودرة اللحام. احنا طبعا بنكمل باقي اجزاء الماكينة مع تشغيل عملية اللحام. فدلوقتي هنبدأ عملية تشغيل. طيب نشكرك يا باشمهندس، وان شاء الله المرة الجاية نيجي ونشوف كيفية تشغيل الماكينة بصورة فعالة.